مرة أخرى يا مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المميز المجلة السعودية، معكم مضيفكم الدكتور خالد الشمري. في قصة إيرلندية تقول إنه كان من زمان في واحد يحكم إيرلندا ملك، ما كان عنده عيال يورثهم الحكم من بعده، فطلب تعليق إعلان على الأشجار يدعو كل من يجد في نفسه الكفاءة أن يحضر لمقابلة الملك علشان يكون ولي العهد. ولكن على كل من يتقدم أن يتصف بصفتين أساسيتين، أن يكون محبا لله ومحبا لأخوته البشر. شاف هذا الإعلان واحد شاب قرر أن يقابل الملك، لكن كان هذا الشاب فقير جدا وما عنده ثياب زينة يقابل فيها الملك، فقرر أنه يشتغل ويتدين علشان يقدر يشتري ثياب زينة يقابل فيها الملك. وهو رايح للملك في قصره شاف واحد فقير بالطريق يشحت وكان بردان وجيعان، قطع قلب هذا الشاب على الفقير وشلح ثيابه الجديدة وعطاها للفقير واخذ ثياب الفقير ولبسها، وكمان أعطى الفقير الأكل اللي كان معه وكمل طريقه وراح للقصر حق الملك بثيابه الرثة هذه. لما وصل استقبله بواب القصر وأدخله غرفة الانتظار، وبعد وقت مش بسيط دخلوا الخويان ديوان الملك فانحنى بكل احترام، وبعدين رفع عينه وشاف قدامه الرجل الفقير اللي كان يشحد بالطريق. شاف الملك استغرابه وقال له نعم أنا كنت الفقير. فرد الشاب وقال له لكنك الملك، ما أنت فقير، ليش سويت كده؟ جاوب الملك لأني أبغى أتأكد أنك تحب الله، لأني شفتك تحب البشر، عشان كده أنت ولي عهدي. في الإصحاح 25 من إنجيل القديس متى يصف السيد المسيح الدينونة العظمى، يقول الملك للذين عن يمينه تعالوا يا من باركهم أبي فرثوا الملكوت المعد لكم منذ إنشاء العالم، لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني. فيجيبوا الأبرار والطيبين يقولون يا رب متى رأيناك جيعان فأطعمناك وعطشان فسقيناك؟ في الواقع المسيح يقول لهم أنا كنت الشحات، أنا كنت أدور على الحب في قلبك، وهل تقدر أنك تفتح يدك وقلبك لجارك وتمد له يدك؟ وين يكون قلبك يكون كنزك أيضا، علشان شفت حب في قلبك تجاه أخوك الإنسان ورحمة، علشان كده هيكون لك مكان في ملكوتي للأبد. في النهاية الدليل على أنك تحب الله هو محبة البشر. كيف تقول أنك تحب الله اللي ما تقدر تشوفه وأنت ما تقدر تحب أخوك اللي تقدر تشوفه؟ نعم، في النهاية سيسألني الله عن أهم أمر في حياتي وفي حياتك أنت أيضا، ألا وهو الحب اللي في قلبي. عزيزي المشاهد، في الختام أحب أن أقول أن محبة الله الحقيقية تترجم إلى أحشاء رحمة وتحنن نحو البشر. مستحيل أنها تترجم إلى كراهية أو حقد أو انتقام أو قتل باسم الله أو باسم الدين. المسيح يبغاك تحب أخوك الإنسان، تنظر له بعين الرأفة لضعفاته واحتياجاته، مش المادية بس لكن المعنوية بعد. الله محبة ويريد لنا أن نعيش ونسلك بالمحبة، علشان كده أدعوك اليوم أن تصلي معي هذه الصلاة. يا أبانا السماوي، أيها الإله الواحد العظيم، أشكرك يا رب على المحبة اللي سكبتها في قلبنا جميعا. يا سيد العظيم أسألك أنك تؤجج المحبة وتزودها وتفيض فينا وتفيض فينا حتى نسكب المحبة على الآخرين، لأنه فقد الشيء لا يعطيه، فأعطينا من هذه المحبة يا رب عشان نقدر نعطي إخوتنا الآخرين. يا سيد العظيم لك كل المجد، أحط هذا الأمر أمانة بين يدك، وأحط كل المشاهدين اللي يسمعون هذه الصلاة أنه تفيض في محبتك في قلوبهم يا رب ويشعروا بهذا الآن بالمسيح يسوع. آمين.
الله لنا ملجأ وقوة، عونه متوافر لنا دايم في الضيقات، علشان كذا ما نخاف ولو تزحزحت الأرض وانقلبت الجبال إلى قلب البحار، تهيج وتزبد مياهها، اتزلزل الجبال من عنف جيشانها، تفرح مدينة الرب حيث مساكن العلي بنهر دايم الجريان. الله في وسط المدينة فما راح تزعزع، يعينها الله في الفجر المبكر، ماجت الأمم وهاجت فتزلزلت الممالك، ولكن ما اندوى بصوته حتى ذابت الأرض. رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب، تعالوا وشوفوا أعمال الله اللي صنع عجائب في الأرض، يقضي على الحروب في الأرض كلها، يكسر القوس ويشق الرمح ويحرق المركبات الحربية بالنار. استكينوا واعلموا أني أنا الله، أتعالى بين الأمم وأتعالى في الأرض. رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب. أعزائي المشاهدين، لن نصلي اليوم بألسنتنا، بل بقلوبنا، أرواحنا ونفوسنا. تسبقنا مشاعرنا ومحبتنا لتلك الأرض الطيبة، أرض الأجداد والأمجاد، أرض التاريخ والمسيح، أرض الأخدود والأسود. اليوم حيكون كلامنا عن مدينة خاصة جدا على قلبي وقلب كل مسيحي مؤمن. مدينتنا اليوم هي مدينة نجران. تقع تلك الأرض الأبية جنوب المملكة العربية السعودية، وهي أرض جبلية وعرة قريبة من حدود اليمن. ومن منا لا يعرف قصة إيمان أهل نجران المشرف، حيث اختاروا الموت حرقا في الأخدود على أن يبدلوا إيمانهم بمسيح. كنيسة نجران، تلك الكنيسة الأولى التي عانت من الاضطهادات كثيرا وما زالت، ليست قائمة على أرض وحجر، بل شامخة في قلب كل مسيحي حقيقي. أصلي ونصلي وكلنا نصلي من أجل نجران بالمسيح. شاركوني. يا رب، يا يسوع المسيح المقدس، لك كل المجد. أجيك اليوم وجايب نجران وأهلها أمانة بين يدك حاططهم. أصلي من أجل نجران وأهلها يا سيد العظيم. اسمع لصلوات الأجداد، هذه المدينة الخاصة جدا على قلبك، مدينة الشهداء اللي قدمت أكثر من 20,000 شهيد أصحاب الأخدود رفضوا ينكروا اسمك يا رب. فتعامل الآن مع نجران وأهلها يا سيد العظيم، افتقدهم وقدسهم، افتقدهم اليوم يا رب. احط نجران واهلها امانة بين يدك بالمسيح يسوع، امين. كنت أعمى والآن
رجال لبشات لك خلاص وسلام حقيقي. أنا كنت أعمى والآن أبصر، كنت تايه ولقيت طريقي، وبالنعمة ربي قال لبشك لك خلاص وسلام حقيقي. بيسوع أشكرك كل أيام يا رجاء يا سلام، أشكرك كل أيام يا رجاء يا سلام. منك راحت منامي، منك راحت منامي، وكل عصير انت يا سيد. كنت أعمى كنت أعمى والآن أبصر. سلام يفوق العقول وفرح دايم يطول، بكل كلمة يقول يعزي قلبي في ضيقي. سلام يفوق العقول وفرح دايم يطول، بكل كلمة يقول يعزي قلبي في ضيقي. يسوع 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 يسوع، أشكرك كل أيام يا رجاء يا سلام، أشكرك كل أيام يا رجاء يا سلام. منك راحت منامي، منك راحت منامي، وكل عصير انت يا سيد. كنت أعمى كنت أعمى والآن أبصر. وعيش لك ممنون فضلك يا فادي الكون، وبعترف مديون يا حقي ونوري وطريقي. وعيش لك ممنون فضلك يا فاتي الكون، وبعترف مديون يا حقي ونوري وطريقي. يسوع 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 يسوع، أشكرك كل أيام كل أيامي يا رجاء يا سلام. منك راحت منامي، منك راحت منامي، كل عسير انت يا سيد. كنت أعمى أنا كنت أعمى والآن أبصر. كنت أعمى والآن أبصر، كنت ولقيت طريقي، وبالنعمة ربي قال ابشر لك خلاص وسلام حقيقي. بيسوع في يسوع، بيسوع في يسوع، أشكرك كل أيام أشكرك كل أيامي يا رجاء يا سلام. منك راحت منامي، منك راحت منامي، كل عسير انت يا سيد. كنت أعمى أنا كنت أعمى والآن أبصر.
أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم. المملكة العربية السعودية، أرض النفط والغاز وبلاد الحرمين، دولة غنية تميزها مواقفها الدولية وسعيها الحثيث لإرساء قيم الإنسانية في العالم أجمع، بالمطالبة باحترام الحريات والمعتقدات تارة، والمناداة بتجريم من يتعرض للأديان ومقدساته تارة أخرى. هذا غير تبرعاتها السخية لجمعيات حقوق الإنسان الدولية وحرصها الدائم على أن يأخذ كل ذي حق حقه، ناهيك عن إنشائها مركزاً لحوار الأديان خارجياً ومركزاً للحوار الوطني داخلياً، كما أنها لا تتأخر أبداً في مد يد العون للدول المحتاجة الفقيرة والمنكوبة. ومع ذلك كله يحسب عدم تدخلها نهائياً في شؤون الدول الأخرى، لا من قريب ولا من بعيد، وداخلياً هي دولة العدل والمساواة والعيش المشترك، حيث الحريات والشفافية وحقوق الإنسان. نعم، هذه الصورة التي أرادت الدبلوماسية السعودية إيصالها للعالم، أو القناع الذي ما زالت ترتديه ظناً منها أن العالم ما زال مخدوعاً لا يرى ولا يسمع. ولكن ما هو الوجه الحقيقي الذي يعرفه العالم والسعوديون خاصة للنظام الحالي؟ إن الحديث عن السعودية هو الحديث عن القهر والذل والخوف والفقر والاستبداد، بل وكبت الحريات وسلب الحقوق ونهب الخيرات. إنه الحديث عن صمت الموجوع وحسرة المكلوم ودعاء المظلوم. السعودية حيث لا يعلو صوت على صوت النظام، صوت غير قابل للنقد أو التعديل، وكل ما على الشعب هو أن يتعامل مع الحاكم معاملة الإيمان والرضا بالقدر خيره وشره. وأما صوت الحق فمات مخنوقا لم ينشف دمه، والرأي في السجن يقضي عقوبته الأبدية صاغرا لتجرؤه على سيده ومولاه. فلا صوتا للحق، بل أن الحق غير موجود أصلا، ولا الحقوق. فالحق هو حق الدولة وحكامها والمنادين لها بطول العمر. فليس للإنسان حق لا في الفكر ولا التفكير ولا في التعبير ولا في الرأي ولا في العقيدة، كما حرمت عليه السياسة أو الفهم فيها كحرمة الخمر والميسر أو أشد تحريما. والمرأة في بلد الحبيب ما زالت تخوض حربها المقدسة ضد الحكومة من أجل حقوقها الطبيعية كإنسانة ومواطنة، حتى نزلت لدرجة أن تسجن من أجل حقها في قيادة السيارة، بل وأدنى من ذلك، ولتتفرغ بعد ذلك للدفاع عن حقها في الاعتراف والاحترام والوجود والسفر والوكالة والاستماع والسياسة والإدارة، وقائمة مطالبها وحروبها تطول. وأما أصحاب الرأي ففي غياهب السجن لا يذكرهم ماض ولا حاضر، فتبدلت أسماؤهم وحياتهم إلى أرقام في ملفات عتيقة يعرفهم بها سجانيهم، قالوا قول الحق في وجه سلطان جائر، فأسروا في جهادهم الأكبر ودفعوا حياتهم ثمنا لكلمة الحق تلك، غير نادمين عليها، فلو عاد الزمان بهم لعادوها كرة أخرى، وكذلك هو قدر المخلصين في حب أوطانهم. وللنظام منطقا في السرقة والفساد، فهو لا يرى بأنه يسرق من مال الشعب والأرض، ولكن هو يأخذ حقه وحلاله من إرث أسلافه ملوك هذه الدولة، فهي لهم وملكهم، ويكفي ذاك الشعب نعمة السماح له بالبقاء. وأما مركز حوار الأديان فما هو إلا ذرا للرماد في العيون، ومركزا للنفاق والكذب الدولي، حيث تخفي السعودية وراءه ملفها البشع في مجال حرية الأديان واحترام معتقداتها. فليس هناك احترام لأي دين أو معتقد غير دين ومعتقد الدولة، ولا حرية لأحد
خلاف ذلك، لا يسمح فيها ببناء معابد أو كنائس أو حتى إقامة العبادات والصلوات، كما أنها تضيق الخناق على من يخالفهم العقيدة، فيمنع أي شخص سواء كان مواطنا أو مقيما من أن يحمل كتابا أو رمزا دينيا مخالفا لدين الدولة، كما يمنع من العبادة أو التجمع لها حتى سرا وإلا عقوبة السجن والترحيل لممارسة عبادة باطلة أو حمل كتاب محرف فاسد. كما تعتبر السعودية دولة بدون دستور ولا قانون، متحججة بأنها تحكم بكتاب الله وسنة نبيه، ذلك الكتاب الذي تؤمن ببعضه وتكفر ببعض. فالدستور والقانون والحريات والمطالبة بالحقوق خروج على الحاكم محرما وفتنة، والفساد والربا وسجن الأبرياء والسرقات فحلال شرعا. ذلك النظام الذي لم ينجح في شيء كما نجح في بث روح الفرقة وعدم الثقة والعنصرية بين أبناء الوطن الواحد، بزرع روح الطائفية والقبلية والمناطقية في المجتمع، فهذا زيدي وذاك رافضي، هذا قبيلي وذاك خضيري، هذا نجراني وذاك قصيمي، وهذا مواطن وذاك مقيم، يمدح طائفة ويشتم أخرى، ينصر فريقا ويظلم آخر، يثق في مجموعة ويشكك في ولاء أخرى، جعل من أهلها شيعا يستضعف طائفة يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم، لم يحمي الدين كما يدعي بل هو من يحتمي به، متخذا منه سلاحا يبطش به من أراد وبالشريعة، كما اتخذ منه غطاء ودرعا لبقاء كرسيه وعرشه بفتاوى وخطبة دينية ما أنزل الله بها من سلطان تدعو لبقائه وحرمة الخروج عليه، لا تخرج من شيوخ الدين بل شيوخ السلاطين. أحبتي، لم يعد العالم قرية صغيرة، وما عاد الشعب ذاك الشعب الضعيف المسكين، إن لي شعبا أبيا مثقفا واعيا لا تؤثر فيه جرعة راتب الشهرين المخدرة أو إبر البنج كلما أراد النهوض، إنه شعبا يحب أرض بلاده ويعشق سماءها، ولن يقبل أن يكون مصير الدولة والأمة في يد زمرة لا ترى إلا نفسها ومصالحها وبقاء عرشها، وقد آن للكل أن يفهم ذلك ويعيه بوضوح. تحياتي لكم وسلام الله معكم، ولله المجد الدائم إلى الأبد، آمين. أعزائي المشاهدين، حان الآن وقت الاختبارات، وصلنا هذا الاختبار، خلنا نقرأ سوا. يقول: أنا شاب أبلغ 31 عام، قبلت المسيح منذ 3 أشهر بعد أن صليت طويلا وطلبت من الله أن يكشف لي الحق، وبالفعل أظهر لي المسيح ذاته في حلم وقبلته من كل قلبي. منذ ذلك الوقت والمعجزات تحصل في حياتي، وأنا الآن أتابع قناة الحياة كل يوم، والمعجزة الكبرى هي شفائي من مرض كان يلازمني منذ 5 سنين. وقد لا تصدقوا إن قلت لكم أن ابن عمي أيضا شفي من مرض خطير بعد قبوله للمسيح مباشرة. أنا الآن سعيد جدا، وأحب أن أشكر قناة الحياة الرائعة، وأتمنى لكم التوفيق. آمين. وإحنا نتمنى لك السعادة، ومن سعادة لسعادة، لأنه المسيح هو مصدر السعادة ومصدر الشفاء، له كل المجد والكرامة. بالمسيح يسوع تتبارك أنت وابن عمك وكل أقاربك واللي حولك. آمين. أعزائي المشاهدين، واضح من زيادة عدد المتابعين لهذا البرنامج المبارك المجلة السعودية على قناة الحياة المسيحية أنكم فعلا
عم تستفيدوا وتستمتعوا من مواد هذا البرنامج المبارك. أشكر الرب يسوع على هذه القناة المباركة اللي جعلتني أجلس أمامكم الآن. أترككم برعاية رب المجد يسوع المسيح إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة. معكم مضيفكم الدكتور خالد الشمري. إلى اللقاء.